في عندنا مكتب هندسه بيشرف علينا من 4-5 انفار، بيجوا كل يوم بيشرفوا الصبح وداخل النهار والظهر. الشغل ماشي الحمد لله وتمام، يعني مسهل الحمد لله. عدد العمال اللي عندنا تقريبا 20 عامل، المقاول مفرحهم مع كل واحد له شغله، ايش يبغى ناشط وبوار، ايش تنظيف، ايش كل شيء الحمد لله تمام ماشي. والله قلنا نشتغل في بطاله وقاعدين، ولما انفتح المسجد اشتغلنا في المسجد واجت مسهله الحمد لله، وان شاء الله تضلها على طول.